السلام عليكم ورحمة الله. أزوف اللون، تكلمت البارح على تقديم سعيد بوتفليقة أمام قاضي التحقيق البارح الصباح باش سمعوا حول بعض الاتهامات. إلى حد الآن الاتهامات اللي موجهة لسعيد بوتفليقة بقت غامضة، وغاب هذا العدالة، هذه عدالة التليفون، لأن يمشوا غير بالأوامر، ما خلاهمش يحكموا سعيد بوتفليقة يعني بالدليل وبالشهود وبالله. البارح سعيد بوتفليقة واش حضر قدام قاضي التحقيق، ملي كانوا راح يجبدوا له موضوع التليفونات اللي كان يمدهم ويتدخل عند القضاء وكذا، منا بطلوا جبدوا له قضية أخرى، قضية تمويل الحملة الانتخابية تاع العهدة الخامسة، وبالتالي جاز أمام قاضي التحقيق تاع القطب المالي والاقتصادي. شوفوا كاش مادة دراهم كاش مادة. أول حاجة وين غلق الباب قال انايا كنت مستشار لا اكثر ولا اقل، وما كنت مسؤول عن الحمله الانتخابيه. الحمله الانتخابيه عندها ماليها، عندها لي مسؤولين عليها، انا كنت مستشار. زيد قال علي حداد قال باللي مد الدراهم، وانا ما عندي حتى علاقه بعلي حداد، ما عندي حتى علاقة بعلي حداد. علي حداد قال بلي طلبت منه ماتيريال وشارك ماتيريال باش درتو تلفزيون الاستمرارية، نعرف شنو التلفزيون تاع العهدة الخامسة اللي كان عمار بالحمر هو رقم اثنين فيها. نعم سي عمار بالحمر كان هو رقم اثنين في هذا، كان المدير الحالي تاع التلفزيون هو اللي يشرف عليها. راك تشوفوا يعني والله الحير نفس الوجوه، هاي هنا هاي لي. قال لا انا ما طلبت منه ما والو، هذيك التلفزيون تاعهم والماتيريال هذاك تاع الجزائر تي في، داير حتى علي حداد قبل لي الماتيريال تي في تاع مجمع الوقت، هو مسمي هذا المجمع ديالو تاع الجزائر تي في. وعلي حداد تاني كان قال باللي بما انه شراء الحقوق تاع بث البطوله تاع القسم الوطني الثاني، دونك شراء ماتيريال زياده وكذا تاع المباشر هذا. المهم الور موضوع علي حداد سعيد بوتفليقة غلقوا، قال ما عندي حتى علاقه به، ما عندي حتى علاقه بالحمله الانتخابيه. الناس لموا دراهم وجابوا دراهم، قال ما عندي حتى علاقة، ولا تصيبوا إذا تصيبوا دليل واحد جيبوه، وهذه هي العفسة تاعو أنهم ما عندهم عليه حتى دليل. لما كان يقول أنا ما عنديش سكنة وحدة بار سكنة عطاها لي خويا، وأنا كنت قلت هذا الكلام عاودتو، لأنه السيد على باله بروحو كش راهو يخدم، ما يخليش شدوا عليه جرام. درك كاينه حاجه، هو انه كل الاملاك ديالو الاموال ديالو محطوطه باسم خوها عبد العزيز، الحساب اللي في جنيف باسم عبد العزيز. الور هنا يلزمهم يروح يجيبوا عبد العزيز بوتفليقه، يفوق يروح يجيبوا عبد العزيز بوتفليقه ويقولوا له من اين لك هذا، ويجيبوا الدراهم اللي راه حاطهم في سويسرا. وعلاش ما يجيبوش بوتفليقة؟ يجيبوا الصغير ما يجيبوش الكبير، لانهم يحبوا تبقى الامور غير لتحت لتحت، الامور تبقى لتحت لتحت. وان بلوس حكايه تمويل الحمله، لا لا شكون اللي ما كانش يمد دراهم من رجال الاعمال للحمله الانتخابيه؟ شكون اللي قادر يتجرأ يقول ما نمدش؟ ربراب لما قال في العهدة الرابعة قال مدوني بيان، هذا ما كان قال نمد بس عطوني
وثيقة تثبت بلي مديت، لأني عندي كونتابيليتي. إيه عنده محاسب عنده كذا، قال لنا أنا أوي تحب نعطولك البيان أحكم دراهمك عندك. وداروا فيه التير، داروا فيه التير، كان صابو كاش يفقروه ولا نفقروه، بلوكاو له كل ما عنده، حرقوا له الوزين تاعو، نحاولوا الشركات اللي كان مثلا هونداي كانت ليه نحاوها له وعطاوها للتحقوت. يعني شوف داروا فيه التير، وهذا ما قالش من مدش، قال مد بصح عطوا لي بيان بلي مديت، لانه يحب يفسك وفرير السيد هذا. الاخرين يمدوا نحكاش يقول من مد شويه. دونك لو كان هذا الخوضات هادو كان جاو شويه عندهم 5 غرام ذكاء وغرام شجاعه، يقول العسكر حبس او ماشي هكذا، لانه كان من المفروض نالي كان يحاسبوا في علي حداد، يحاسبوا في زعلاني، يحاسبوا في كامل الناس اللي كانت متورطه في الحمله الانتخابيه. زعلاني يحكم نهارين مدير حملة انتخابية عشان في سينجيم وحبس وكذا ومنها. اها نهارين حطوه روبلاس السنحاوس اللي حطوه هو. لو كان في هذيك جابوا حقوا مع سعيد بوتفليقة، واللي بق يحقوا معاه يقولوا له لا لا يا سعيد انت ما كنتش مستشار برك، انت كنت باباها، انت كنت عيطنا، انت كنت تأمرنا، انت كنت حلنا مشاكلنا، بالمقابل احنا نمدو. هكذا تكون يعني مواجهة ما بين اللصوص كامل. اما تحكم سراق وتروح تديره وحده بعد جو يقر لك كلش، انا ما خاطيني. وهذا هو الحال، هو مستشار في الرئاسة ما عنده حتى لخط. انا نعطي اوامر، كيفاش نعطي اوامر؟ انا مش نعطي اوامر، انا بعيد عليا الحمله الانتخابيه خطيتني، اروح انت بين باللي هو ورا الحمله الانتخابيه. ولكن ذاك الوقت وخاصه لما كان نقيت صالح حي، ما يقدروش يجيبوا سعيد بوتفليقه ويقولوا له الحمله الانتخابيه ومن الحمله الانتخابيه، راح يقول لهم باللي بوتفليقة كان مرشح على القايد صالح. هاي ليك قل وي، والقايد صالح على بالو، والناس كلها تغمس والناس كلها تدير، ونفس الشيء درك. وعلاش العمل الانتخابية تعتبون دارها بدراهمو، ومنين جاوها الدراهم؟ علاش ما يحاسبوش هو تاني؟ يا ولدي اسمع، جماعة بوندية كامل، جماعة كامل سراقين، واحد ما هو خير من واحد، لان خلاص هما لحقوا المستوى، ما كاش واحد يقدر يكون يديه ضعف. امبوسيبل امبوسيبل يكون يديه ضعف، تقدرش كانوا في مستوى وين الناس كامل تنهب وتسرق وتاكل، ولا حتى اللي ياكل هكذا شويه تنجس باش يكون برك عنده نص مسؤوليه ولا، وما يسرقش ما يديش، ولكن دي نص خلاص راهو شريك يلي كومبليس. دونك فوالا، التحقيق مع سعيد بوتفليقة البارح كان فالصو، ما جاب والو، كان زيرو. وعلاش؟ لانه قضاة التليفون يخدموا باوامر عسكر اميين جهلاء ما يخرجوا بوالو. فوالا، السلام عليكم ورحمة الله، وربي قد الخير البلاد.